نحن في احد الاسواق الشعبيه القديمه هنا في بنغلاديش. شوف بنغلاديش تامبول تامبول رانغبور 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 صحه وعافيه ما شاء الله. مية 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 مية. شوفوا ما شاء الله يا جماعة شوفوا كيف تلير دداش تلير دداش يا غير بوري 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 بوري. شوفوا ما شاء الله تبارك يا ربي لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. أنا إيش أنا؟ نعم. بنغلاديش بن عمي فرين أخو الله سبحانه وتعالى وحدو لا إله إلا الله. وصلنا إلى إحدى القرى اللي راح يفتتح فيها أحد الأشخاص العمانيين اللي والله ما أعرفه. راح نفتتح الحين بير من أحد رجال الخير العمانيين والكل مترقب ومنتظر افتتاح هذا البير. السلام عليكم. يو كيف ترسم الابتسامة في وجيه هؤلاء من خلال تصدقك؟ أولا الأجر عند الله، ثاني نشوف الابتسامة. شكرا جزيلا والله يعطيكم العافية. تعالي بجاو تعالي بجاو الله يكون في العون. الله يسعدك يا حبيبي. مبسوطين اي والله. مترقبين الفرحة بعد قليل بإذن الله. بسم الله وعلى بركة الله وبتبرعات أحد الإخوان من السلطنة جزاه الله خير الله يكتبها في ميزان حسناته نعلن عن افتتاح هذا البير اليوم رسميا. بسم الله الرحمن. ما شاء الله تبارك تكبير الشبس على اليهال يوزعوا لهم الشباب الشبس. الفرحة يا جماعة الله الله الله. كلهم يأخذوا الآن كلهم يتوزع لهم الشبس. اللهم لك الحمد ما شاء الله. ليش لا يلا بسم الله يلا تعالوا تعالوا يلا 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 بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله أهلي بجاو أهلي بجاو أهلي بجاو بابا كيمونا سو. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. 92 ريال فقط تخيل سقيا ما يوميا. ما شاء الله عليك أنيق في كل حاجة. لبسك حبيبي دجداجتك شكلك حبيبي. لكن كوفية صغيرة اشتريك وافي كبار. أنا هذا ما تنمر. لا أنت واقف تنمرت والله. بيني وبينكم يعني من بداية الرحلة مجمد اشكك بطنك مثلا وتسير رياضة اضعف يدب خلاص والله حقيقي يعني انت صريح بزياده. قام نحب اللطافه يعني ايش اقول مثلا جون بصراحه انت واحد حلو انيق. ايوه وبعدين ايوه بس مشي. انا عارف ان انت تكون تكذب لكن بس خلاص هاسفين مجومبا انت حلو حبيب مجومبا انيق. اعطيني اشوف يا عرف انا الحق. من باب المصداقية
الواحد يقول لك إذا أنا قد تبرعت وسويت بئر، هل يكون البئر لا زال قائم؟ هل يبدلوه باسم ثاني؟ تقلقت الرواد إلى هذا الموقع أنه هذه البئر كم صار لها أبو أحمد؟ سنتين. من سنتين حتى الحين، وبإمكان أي شخص بعد ما يسوي البئر يتواصل معهم يقول لهم صوروا لي بئري، أو نحن جينا الحين هنا عشان نصور هذه البئر اللي ما سمحوا أصحابنا نصور أساميهم. انشب قصدي أغرف. إن شاء الله. شوفوا كيف الماء اللي قدامكم تستفيد منه من سنتين هذا العائلة اللي قدامكم. كتب الله لكم الأجر، وشكرا شركة الرواد على المصداقية. صحة وعافية، صحة وعافية، وكتب الله الأجر لمن سوى هذا الخير في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. على فكرة الشركة تبني أيضا آبار ارتوازية، شفتوا هذا البئر الكبير، بئر ارتوازي يستخدموه للمسجد وأيضا للشرب، والأفضل أنك إذا بتبني بئر كبير ارتوازي للجوامع، للمدارس، للأماكن اللي فيها كثافة سكانية. الحين مجون بيتوضأ. يا أهلا وسهلا يا أخي. أهلا وسهلا. الله يكتب لهم الأجر. آمين يا رب العالمين. بئر حاطين فيه المضخة، وصار له من سنة 2022 8/10/2022. الله يكتب لك يا محمد الأجر أنت وزوجتك. يا جماعة جتني رسائل كثير في الخاص، الكل بغى يتبرع. الله يبارك لكم يا رب العالمين، كل من بغى يتبرع ببير راح يجهز في رمضان. صدق صدقتك لموتاكم لمرضاكم تجهز في رمضان لناس محتاجين جدا. فمن كان من قطر، من الكويت، الإمارات، من عمان، كل اللي عليك انك تتواصل مع شركة رواد للمقاولات، وهي راح تحفر لك البير وترسل لك كل التفاصيل. الأخ أبو مصعب هو مدير الشركة، راح يرسل لكم كل التفاصيل بإذن الله. تواصلوا مع الرقم ويلحقوا العرض. الأسعار تبدأ من 99 عرض بنغلاديش 119 119 ريال فقط. سقيا ما سنوات عما تصدقت عنه. كل من بغى يتواصل معهم يا جماعة، هذا الرابط اللي قدامك اضغط عليه، تروح الواتساب مباشرة، راسلهم واطلب منهم اللي تريد تتصدق عن من، ايش نوع البئر، كم قيمة البئر، يجهزوا لك اياها بالتفاصيل ويرسلوا لك الصور. الله يكتب لكم الاجر، لكم ولمن تصدقتم عنه يا رب العالمين.